الكوميدي جاد ابو كرم، بدي رح فيك على موقع الفن اليوم بهالمناسبه بهالجمعه الحلوه، شو بتحب تخبرنا؟ بدي اقول انه مع كل هالاوضاع اللي بالبلد حلو نرجع نشوف انه في محلات بعد عم ياخذوا ريسك ويفتحوا وهيك، بس بعتقد هذا الشيء منيح للمغتربين اللي يجوا، متوقعين يجي عدد كتير كبير من المغتربين، خصوصا انه بيستفيدوا يعني المغتربين اللي بالفريش يعني، فبحركوا شوي الاقتصاد من وراء المحلات اللي هيك، فان شاء الله خير، ان شاء الله تكون صيفية منيحة. بس كمان اللي عم يعمل مشاريع بلبنان قد ايه، هيدي كمان خطوة كتير حلوة، بتعطي الصورة الحلوة عن لبنان وبتشيلنا شوي من هالوضع السيء، بس كمان فيها مخاطرة يعني فيها تحدي 100%. يعني واحد عم بيحط عم يستثمر بوضع هيك، يعني هيدا يعني بالأقل شيء انه مأمن بعد بلبنان، فان شاء الله يكون الكل هيك مأمنين بعد، يعني بالنهاية نحن محكومين بالأمل مثل ما بقولوا يعني، يعني نتأمل انه يصير شيء احسن. انت قد ايه عندك إيمان بلبنان؟ كتير يعني لو ما هيك كنت أخذت ولادي ومرتي وفليت لو برا، بس لا مصر إنه ضلني هون. إن شاء الله الكل يرجعوا كمان ويتحسن الأوضاع، غير هيك شو ما نعمل، ما فينا نترك كمان البلد. بلبنان كل يوم في تلاعب بالدولار، بس اليوم تحديدا كانت 38 رجع لل 31 فجأة أو 30، فقديه في عالم أكلتها بخصوص الموضوع؟ يعني رجع ل 29، وصل 38 وزاد 29 وبساعتين ثلاثة، يعني نزل 7-8000 ليرة، يعني هذا شيء مش هين، وخصوصا اللي كله اللي صرفوا الصبح اشتروا دولارات على الغالي وهلا نزل هالقد، يعني قد ايه خسروا. كنت عم اقول لاصحابي انه انا تغديت على 38000، تعشيت على 29000، يعني كنت عم خفف عشا منيح يعني، بس يعني هيدا بفرجي انه الدولار بلبنان كتير مسيس يعني، وبيوطوه بيعلوه مثل ما بدهم حسب مصالحهم للكبار اللي بيتعاملوا بالدولار. يعني ان شاء الله نوصل لحل بقى انه يعني الدولة تستلم هالشي، مش الصرافين ومش المنصات هن اللي يلعبوا مثل ما بدهم يعني، ف حرام حرام اللي اكلوها اليوم، حرام يعني. بس في عالم لتكون واحد منهم. لا انا بقبض لبناني ما وكله لبناني اللي بياخذهم بصرفهم دغري يعني، بس اللي عم بيشتري دولار هذا اللي عم ياكلها، اللي مش عم بيعرف يعني. بس الضربه وين؟ انه بيعلى ل 39000 السوبر ماركت ومطاعم كلهم بسعره على 39000، بينزل ل 29000، بيضلوا السعر على 39000 يعني لازم تنحل، يعني لازم تلاقي شيء بالقانون تنحل. هيدي كمان مشكله كمان يعني بالسوبر ماركت، لما بتكون بعدك انت اصلا بالسوبر ماركت عم بيبيعوا على 30000، فجاه بدقيقتين بصير لنقول 35000، دغري بيغلوا الاسعار. والمشكله انه اذا غلوا الاسعار واذا رجع نزل الدولار بضل السعر غالي يعني على 35. انا قلبي مع هيدا الشاب اللي بيشيل اسعاره وبحط اسعار، يعني ما عم بيكون اسرع من الدولار، عم تخيل كيف عم يركض بالسوبر ماركت يشيل اسعار ويحط اسعار يعني، بس للعالي للواطي قاعد ما عم يعمل شيء حل. ايه 100%. هلا حرام زعلنا العالم قاعدين على اساس انه كوميدي ما كوميدي. يلا ان شاء الله خير، ان شاء الله بطلب من كل المغتربين اللي عم يحضرونا انه يجوا يصيفوا بلبنان، لانه بلاه هون البلد يعني زعلان، بتحس بيروت زعلانه، بتحسها بس يجوا بتحسها فرفحت. فا ايه فتعوا كلكم. خلينا نحكي شوي بالامور الحلوه على صعيد تاني. هلا شو عم بتحضر اشياء جديده للجمهور؟ انا هلا انا عندي شو اسمه عكعبه، انا وفؤاد يمين، انطوني حمى وتوني داغر، نعمل شو عكعبه اللي هو مسرح ارتجالي، عملنا بالسنة، صرنا سنة تقريبا، عملنا بالسنة فوق 120 عرض صاروا، يعني كنا نلعب الجمعة 3-4 مرات، ورحنا قطر ورحنا دبي وأبو ظبي ورحنا أبيجان كمان، عملنا اللبنانيين، وهذا عرض كتير حلو لأنه مرتجل وكل عرض شيء، يعني ما في العالم واحد يجي يحضره مرتين وثلاثة وأربعة بيلاقي إنه عرض غير، وكتير شيء بيضحك يعني. فهيدا الأساس اللي عم نعمله هلا، ولهون بس ناطرين نرجع للسيزن الجديد، لأن بعدنا هلا جمعة الماضي خلصنا آخر سيزن، وعم مثل مسلسل كمان بس ما فيني كتير أحكي عنه هلا. شو راح تكون شخصيتك فيه؟ شخصية هيك شوي يعني بتتغير شوي، يعني بكون حدا هيدا اللي بيستحي واستاذ مدرسي هو، بعدين بيتحول لحدا من وراء أحداث بتصير لحدا شوي سايكو، فالدور مركب شوي حلو. ولا مبسوط فيها، وإن شاء الله
كمان في ادوار جديده عم يحكوني فيها، فان شاء الله خير. اذا ما نحكي على صعيد السينما، سينما هلا لا ما في، ما عندي شيء سينما، اكثر شيء تلفزيون يعني، فبين تلفزيون ومسرح او هن بلس شغلي بالماركتينج يعني، انا بشتغل اساسا بالماركتينج والسوشيال ميديا، ف هيدا الشغل الاساسي وهذا اللي مخلينا واقفين على اجرينا هلا. وقت بشوف فيديوهات لك بتغني اغاني كوميديه شوي هيك عن وضع البلد او اي وضع معين، انا ما بغني يعني صوتي، لانه اذا بتسمع لا انه بتأدي يعني هيك على الجيتار بعملون هيك، انا بكتب وبلحن يعني، ف بتسلى شوي هيك، بس بحط الكاميرا قدامي وبتسلى، مش انه شيء جدي ابدا، كله هيك سقاله وبعمل فيديوهات كثير بتمسخر انا على مرتي وبتسال عليها والعالم كثير حبينها فرح كفي فيهم. طيب النكت اللي بتقولها ببرنامج لهون وبس مع هشام حداد هي بتكون يعني ارتجاليه او انت بتكون محضر لها قبل؟ انا بروح على البرنامج باخذ الجيتار وبروح، ما بعرف عن شو بده يحكي هشام ولا شيء يعني، ما عايش خبر من الضيوف حتى، فلا ما فيني احضر شيء، مش حد ما يعني، صار لي هذا سابع سيزون، رح على السابع سيزون وكلهم بيسألوا نفس السؤال بتحضر، لا إذا كله ارتجال كله بالعفوية، كنا أول ما بلشنا أول سيزن وهيك كنت تقله لهشام مثلا شو الفيديوهات بدك تعرضهم، هو كان ما يقبل، لا خلص شو ما تطلع النكتة تطلع أحسن، فكتر خير الله حبوا العالم هذا الشيء يعني، حبوا العفوية يعني. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.